بص بقى يا باشمهندسين، في حته كده برضو في التريب سيركت، هي مش موجوده في الدروينج قدامك ومش هتشوفها كتير، بس انا ايه في السويتش جير يعني، بس انا حابب برضو احكي لك عشان تكون عارفها في التريب سيركت. انت هتشوفها كبروتكشن بس فاهمها لك بالتريب سيركت، فاحنا نفهم الاثنين ايه مع بعض مره واحده. بص يا باشمهندس، عندك فانكشن اسمها في البروتكشن اسمها سيركت بريكر فيلير. ايه قصه السيركت بريكر فيلير دي؟ بيقول لك دلوقتي، الورقه دي هتلاقيها معاك وانا بعتها لكم برضو. بيقول لك دلوقتي انت في وقت ما حصل فولت، في فولت على الكابل بتاعك، فولت على المحول بتاعك، وات ايفر ايا كان الفولت الموجود على الفيدر بتاعك، حصل فولت. طيب بعد بروتكشن تايم، ريلي بروتكشن تايم، يعني الريلي ده شاف مثلا العطل ده اوفر كارنت ديفينيت تايم، اوفر كارنت انفرس كاركترستكس، وات ايفر، بعد تايم ديلي معين ابتدى ان هو يدي ايه؟ يدي تريب كوماند. جميل، حلو قوي. طيب اول ما بيخرج التريب كوماند ايه اللي بيحصل؟ انا كريلي بروتكشن جوايا فانكشن اسمها اوفر كارنت، الفانكشن دي قالت دلوقتي ان انا شفت عطل، قعدت ثانيتين ثلاثه وات ايفر حسب التايم، وبعد كده بعتت اشاره فصل قطع الكهرباء. جميل، قلت لك حلو. في نفس اللحظه جوه نفس الريلي الاوفر كارنت دي في فانكشن ثانيه جوه نفس الريلي، او ممكن يكون ريلي مختلف، بتيجي تروح تقول له خلي بالك الفانكشن دي اسمها سيركت بريكر فيلير، فشل القاطع في الفصل، هي اسمها كده. فالاوفر كارنت بتقول ايه للبريكر فيلير؟ بتقول لها خلي بالك انا دلوقتي بعت التريب كوماند للبريكر، يعني انا بعت للبريكر اشاره فصل. تمام كده، حلو قوي. فانت شوف بقى البريكر هتفتح ولا لا. انا عن نفسي شفت عطل وبعت اشاره فصل للقاطع، فانا بعرفك اهو ان حالا دلوقتي تزامنيا مع ان انا برسل اشاره فصل للقاطع، انا بقول لك اهو ان انا ارسلت اشاره فصل للقاطع. تمام، هنا اللحظه دي يا باشمهندس بنسميها حاجه اسمها سيركت بريكر فيلير، تمام، انيشيشن او ستارت، يعني لحظه بدء عمل الفانكشن بتاعت السيركت بريكر فيلير. ودي اول حاجه السيركت بريكر فيلير بتشتغل عن طريقها ان لازم يجي لها اشاره انيشيشن او اشاره ستارت، حد يقول لها يلا اشتغل. تمام، هي مالهاش علاقه دلوقتي ان في فولت، هي مش هي اللي بتشوف الفولت، في فانكشنز اخرى بتشوف الفولت، وهي كل اللي عليها انها يجي لها معلومه من البروتكشن فانكشن دي تقول لها خلي بالك في فولت. تمام، حلو. طيب بعدين يا باشمهندس اول ما بيجي لك الكلام ده، طبعا الكلام ده احنا هنفهمه اكتر في دوره الفيدر بروتكشن، تمام، لكن انا هنا بشرحها لك عشان اقول لك بس ايه اللي هيحصل. تمام، فانت عندك دلوقتي ممكن يجي لك زي ما قلت لك انترنال او اكسترنال، يعني من جوه نفس الريلي، او يكون جاي لك من باينري انبوت خارجي. تمام كده، حلو قوي. المهم ان بغض النظر عن الكلام ده، هي جاي لك ستارت، صح كده، حلو قوي. اول ما يجي لها ستارت هتعمل ايه؟ تروح تبص على القطع الكهربي، هو فتح ولا ما فتحش. جميل، حلو قوي. طيب هي هتبص على قطع الكهرباء ليه ما فتحش؟ ليه؟ ما هو نفس اللحظه اللي هي جالها في ستارت، هي راحت في نفس اللحظه راحت بصت على البريكر، ما اكيد البريكر ما فتحتش، فهي بتستنى وقت معين للسيركت بريكر اوبننج تايم، يعني المفروض ان في زمن لفتح البريكر، زائد ان بعد ما البريكر تفتح في ارك كوينشنج، الارك بيحصل له، او ارك اكستنكشن تايم اللي هو انقطاع الارك، بلس مارجن كمان 15 ملي سكند، فده بيكون في تايم ديلي جوه البروتكشن ليه بنسميه السيركت بريكر فيلر ريتريب تايم. تمام، المهم بعد مرور الزمن ده بتروح تشوف هل البريكر بعد مرور الزمن ده، يبقى اول ما جالها ستارت تعد زمن معين سيتنج جوه الريلي، وتروح تشوف البريكر فتحت ولا لا. لقيت البريكر فتحت يبقى اوكي، ما لقيتش البريكر فتحت تعمل ايه؟ الفانكشن دي بقى تروح تعمل ريتريب، يعني اعاده امر فصل تاني للقطع الكهربي على التريب كويل الاخر. تمام كده، على التريب كويل الاخر. جميل، حلو قوي. يعني ربما يكون التريب الكويل الاول في مشكله، فتروح تدي تريب على التريب كويل ايه الاخر. طب ادي التريب، هل تاخد قرار ان البريكر ما فتحتش؟ لا، لازم تستنى برضو زمن اخر، تمام، بنسميه الباك اب تايم. بعد مرور الزمن ده بتشوف هل البريكر فتحت ولا ما فتحتش. طب البريكر فتحت 100 100، البريكر ما فتحتش، يبقى كده انا عندي قرار دلوقتي ان البريكر دي مش ناويه تفتح خالص. فالحل بالنسبه لي ان انا اعمل باك اب بروتكشن. يعني باك اب بروتكشن يعني انا كبريكر مش عارف اعزل العطل ده، فالمفروض بقى جميع البريكرات الاخرى اللي متوصله معايا على نفس الباسبار عندي تفصل. ليه؟ لان هم هيفضلوا يغذوا العطل عن طريقي وانا مش عارف افتح، صح كده ولا غلطان؟ صح، حلو قوي. انا مش عايز بقى معلومتين اكتر من الايه، اكتر من الكلام ده. تمام، حلو. فهو بيعمل ايه بقى؟ بيقول لك حلو جدا. طيب انا بعمل حاجه بسيطه قوي، ايه هي يا باشمهندس؟ دلوقتي خلينا نقول ان حصل تريب اهو، زي ما انا هرسمه لك دلوقتي اهو، حصل تريب اهو، اسف، حصل تريب والكونتاكت ده ايه؟ والكونتاكت ده قفل. جميل يا باشمهندس، قلت له جميل، قال لي جميل. طيب البريكر ما فتحتش،
وحصل ريترب وما فتحتش، وحصل باك اب ترب وفصل بقيه القواطع الايه؟ القواطع الاخرى. طيب البريكر مالها؟ البريكر لسه مقفوله يا باشمهندس رشاد، يعني معنى كده ان 52 ايه ده كمان مقفول، صح ولا غلطان؟ قلت لك صح. طيب ده معناه ان الموجب، بص بقى ركز معايا كده، الموجب هيبقى جاي كده اهو، جاي كده اهو، جاي كده، صح كده؟ حلو قوي. طيب وهيمشي هنا كده، وهيمشي هنا كده، وهيمشي هنا كده، وينزل تحت كده ويروح للتريب كويل، وهو جاي لها ايه؟ جاي لها نيجاتيف من الجهه الايه؟ من الجهه الاخرى. طيب هتيجي تقول لي يا باشمهندس رشاد، ما اول ما البريكر فتحت، لما البريكر فتحت المفروض ان ال 94 حصل له ريسيت، ليه؟ لان ما فيش تيار، خلاص ما فيش تيار عطل. اقول لك صح، بس اعتبره ان هو 86 مش 94، يعني ده لوك اوت، حلو كده؟ طيب في الطبيعي ان المفروض لما البريكر بتفتح نتيجه اللوك اوت ما عندكش مشكله، ليه؟ لان ال 52 ايه ده كان بيفتح السكه، صح ولا غلطان؟ لكن دلوقتي البريكر فيها ميكانيكال بروبلم، البريكر ما فتحتش، البريكر نفسها فيها ميكانيكال بروبلم. نبقى نروح بقى كده نبص على البريكر، السبرنج بتاعها مكسور، نفتح بقى البريكر ونشوف ايه المشكله اللي حصل فيها، تمام؟ حلو قوي. طيب في الحاله دي الكونتاكت ده مقفول، صح ولا غلطان؟ فحتى بعد فصل العطل تماما وطربت السويتش جير كله، تمام، لازال الموجب جاي هنا لحد التريب كويل والسالب، فكده التريب كويل ده ماله؟ هيتحرق. عشان كده بياخد في السكه هنا كده كونتاكت نورمالي كلوز من الفانكشن اللي اسمها سيركت بريكر فيلير السكند ستيج اللي هو الباك اب بروتكشن، تمام كده، بحيث ان لما توصل للمرحله دي الكونتاكت ده ايه؟ يفتح، فيعمل حاجه اسمها ايه؟ سيف تريب، ان هو او سيف تريب، ان هو يامن او يحافظ على التريب كويل ان هو يتحرق في حاله ان في مشكله ميكانيكيه في البريكر والبريكر ما ايه؟ ما فتحتش، فده اللي بنسميه ايه؟ سيف تريب. واخيرا عندك هنا كونتاكت، والكونتاكت ده موجود فقط في البريكرات اللي بيكون في الجي اي اس الجاز انسوليتد سويتش جير، ده اللي هو الكونتاكت، او حتى في البريكر في الميديوم فولتج لو هي عليها جيج عداد لقياس ضغط غاز الاس اف 6، فبيكون هنا طبعا لما يكون عندك لو ستيج ضغط الغاز قليل، فمعنى كده الغاز غير قابل ان هو يقطع الشراره، وبالتالي بمنع فتح الايه؟ بمنع فتح القاطع الكهربائي. الله، طب ما حصل عطل على طول البريكر فيها كيك يا بيشتغل.